السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الدوائر اللغوية مكون التراكيب. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الخامسة، مجال الغابة، المرجع، واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أتذكر وأثبت، أضع إن وأخواتها في خطاطة مع التمثيل لكل منها في جملة. إذا إن وأخواتها، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، لعل للترجي. إذن إن الوقت ثمين، كأن الجو غائم، لكن الوقت متأخر، ليت الجميع ناجح، لعل الجد قادم. إذن إن الوقت ثمين، كأن الجو غائم، لكن الوقت متأخر، ليت الجميع ناجح، لعل الجد قديم. وهنا نشير إلى أن النواسخ الحرفية تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها، ويبقى الثاني مرفوعا ويسمى خبرها. إذا أطبق وأثبت، أستخرج مما يلي إن وأخواتها، ثم أبين في جدول اسم وخبر كل منها. من المؤكد أن تقلص الغابات مرعب. إذا تقلص أن تقلص الغابات مرعب، لكن العلاج ممكن. إن الغابة نعمة، فلعل الإنسان مدرك أن حياته مرتبطة بحياتها. إذا لاحظوا معي، من المؤكد أن تقلص الغابات مرعب، لكن العلاج ممكن. إن الغابة نعمة، فلعل الإنسان مدرك أن حياته مرتبطة بحياتها. إذن إن الناسخ الحرفي اسمه الغابة، خبره نعمة، لكن هو الناسخ، اسمه العلاج، خبره ممكن، لعل الناسخ الإنسان اسمه، خبره مدرك. استعمل الحرف إن في ثلاث جمل مفيدة. مثلا إن الدرس مفيد، إن الحضور ضروري، إن الوقاية واجبة. إذن إن الدرس مفيد، إن الحضور ضروري، إن الوقاية مفيدة. أكمل كل جملة بما يناسبها. إذن مرة سنجد أن الذي ينقصنا الخبر، مرة أخرى ناسخ، وربما سنجد حتى المبتدأ الاسم إن أو إحدى أخواتها ناقصا في بعض الأحيان. إذن إن الغابة كثيفة أو مطيرة، النمرة كأن، كما قلنا كأن للتشبيه، كأن النمر قط، كأن النمر قط، لعل العيد قريب، المانع خير، مانع خير، ممكن نقول لعل المانع خير. علم الناس أن الوقاية ضرورية، تعبت، الرحلة ممتعة، لكن الرحلة ممتعة، حضرنا لكن الوقت متأخر، تيقنت الصدق نافع، أن الصدق نافع.
إذا إن الغابة مطيرة كأن النمر قط، لعل العيد قريب، لعل المانع خير، علم الناس أن الوقاية ضرورية، تعبت لكن الرحلة ممتعة، حضرنا لكن الوقت متأخر، تيقنت أن الصدق نافع، ألعب وأثبت. إذا أصل بين النصب الحرفي واسم وخبري لأكون جملة مفيدة، كأن الغابة جنة، إذا كأن الغابة جنة، لعل الغابة قريبة، إن الغابة منتزه، إذا إن الغابة منتزه، كأن الغابة جنة، لعل الغابة قريبة، إذا إن الغابة منتزه، كأن الغابة جنة، لعل الغابة قريبة، أغني مكتسباتي، إن وأخواتها نواسخ حرفية لأن حروف تدخل على الجملة الإسمية فتغير حكم المبتدأ والخبر، الأشجار مورقة، إن الأشجار مورقة تغير حكم المبتدأ والخبر، إذا يصبح المبتدأ منصوبا ويسمى اسمها ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.